اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، حوار خاص وحصري رفقات الفنان والرابور المغربي مايك وان او عبد الله. مايك وان اليوم صدر واحد الاغنيه جديده، اغنيه عندها واحد القيمه كبيره في قلوب المغاربه. ناقشت من خلال موضوع ساعه ملكنا خط احمر، اغنيه اللي تبارك الله لقات احسان الجمهور. قبل ما ندخلوا في تفاصيل الاغنيه نبغي نقول لك بعجاله شكون مايك وان. مايك وان واحد رابور مغربي باختصار، رابور مغربي. هاد القديمه اللي تيتخدي ولك يكونوا متنوعين عندهم علاقه بالظرفيه. نبغي نهضر على اخر تيتخلي تبارك الله وغادي مليان في مواقع التواصل الاجتماعي، اغنيتك ملكنا خط احمر. كيف جات الفكره؟ تقول لي شويه على هذا العمل. اغنيه ملكنا خط احمر بعد ما داكشي اللي دارت ديك القناه الجزائريه فهمتيني. انا كنت فهاديك الفتره كنت عطله ساتوريت وطلعت للبلاد وكنت طفي التليفون. اليومين الاولى انا ما كانش في خباري والو. من بعد هبطت لواحد الفيلاج، شعلت التليفون، درت كونيكسيون المسائل، فاذا بي كنتفاجئ بهذاك داكشي اللي داروا. تفاعلوا مع المغاربه كاملين، مع قضيه اللي كتقيس الاب ديالنا الكاملين الملك محمد السادس نصره الله. يعني ما كانت سهله على المغاربه كاملين، كل واحد اختار انه يعبر ولا يرد بطريقه اللي غيوصل بها الصوت ديالو. انت كفنان واش هذا هو اللي خلاك تفكر انك دير اغنيه في هذه الظرفيه؟ شوف سيدنا الله ينصرو، ملي شي واحد كيشير ليه بالسوء راه بحال شي واحد فهمتيني، بحال شي واحد فهمتي، بحال شي واحد باك فوالا. لان سيدنا الله ينصرو فيه بانا، فيه ملكنا، فيه كل شيء فهمتيني. الور انا فهمتيني كنت كان خاصني ندير هذيك الاغنيه ملكنا خط احمر باش ندافع على البلاد ديالي وندافع على الملك ديالي فهمتيني، حيت داك الشيء كان خصو يكون. واخا ندوي شويه في تفاصيل الاغنيه، شكون اللي صار معك على الكتابه ديالها؟ كيفاش كتبتي داك التراك؟ الكتابه والالحان، كلمات والالحان ديالي انا اللي كنكتب وانا اللي كنلحن. اكيد باين انه تخدم داك الشيء بحب وعطيتي حقه. بطبيعه الحال فهمتيني هذاك ربا. بالعكس انا كنحس براسي مقصر. انا اقل حاجه نقدر ندير هي انني درت هذاك الفيديو كليب ملكنا خط احمر. انا فهمتي انا مستعد ندير شي حاجه كثار من داك الشيء فهمتيني. لان فهمتيني سيدنا الله ينصرو فهمتيني حاجه غاليه وكبيره. الحب الله يحفظه لنا والله يطول لنا العمر ديالنا. امين يا ربي. اكيد رد فعل المغاربه كاملين اللي ما تقبلوش هذيك الاساءه اللي تعرض لها صاحب ديالنا الملك محمد الهريس، خاصه بديك الطريقه. اليوم انت كتمشي اغنيه وكتمشي واحد المورسو اللي تبارطاجها دابا في لي ريزو سوسيو، انتم طالعين حنا نازلين. دوري لي على ديك الريبليك اللي كلشي دابا كيديرها في لي ستوري. فوالا الحمد لله. قبل ما نشير لك لهذ النقطه هذه بغيت نشير واحد النقطه. تفضل اخويا. والحمد لله دابا الاغنيه يلا 24 ساعه دابا باش صدرات، والحمد لله لقات واحد نسبه المشاهده عاليه، وراه ممكن انها تبروبوزا في التوندونس. ومن هذا المنبر بغيت نقول لخوتي المغاربه انهم يشجعوا شويه فهمتيني الفن وبارك علينا من التفاهه. وعلاش هاد ملكنا خط احمر حتى هي ما يطلعوهاش تستحق انها تكون في طوندونس، خاصه قلت لك هذيك الريبليك اللي كانت مهمه. دوي لي على ديك الكلمه. مرحبا. محمد السادس خط احمر، هذا ميساج لحكومه العسكر. حنايا غاديين، انتوما واقفين، حنايا طالعين، انتوما نازلين. الدق والسكات ميريكان اعترفات، الدق والسكات بلادنا تلقحات. امير المؤمنين خط احمر، غلط تندم يبان اللون الاحمر. تبارك الله عليك، وفيتي. فاش كنشوفوا انت احنا دوينا على التلقيح، دوينا على المجهودات الكبيره اللي كيقوم بها صاحب الجلاله تبارك الله بالنهوض بمملكتنا المغربيه. ريبليك اللي فيها ميساج واضح. بغيت ندوي معك شويه على ردود افعال هذه الاغنيه، كيف ما سرتي الاغنيه تبارك الله غدا في نسب مشاهده مهمه، تفاعلوا مع المغاربه. كيفاش كانت ردود الافعال ديال الناس مع الاغنيه؟ فوالا اول حاجه كنبغي نشكر خوتي المغاربه. الا لاحظتي معايا لي كومونتير راه ما كاين حتى شي كومونتير خايب فهمتيني. دي زعما كنبغي نشكر المغاربه لانهم فهمتيني عجباتهم الاغنيه. والغريب في الامر توصلت برسائل في الصفحه ديالي مايك وان باج اوفيسيال، توصلت برسائل من الجزائر.
عجباتهم الاغنيه، وتحت في لي كومونتير ديالي في لاباج، حتى في لي كومونتير في لاباج ولي كومونتير في يوتيوب، جزائريين كيتبرؤوا من هذيك القناه اللعينه، جزائريين كيتبرؤوا وكيطلبوا السماحه منا حنا كمغاربه. انا كنتكلم على الشعب الجزائري، ما كنتكلمش على النظام ولا على حكومه العسكر، انا كنتكلم على الشعب الجزائري. الشعب الجزائري خوتنا على راسنا وعينينا، احنا شعب واحد لا في الثقافه لا، ولكن النظام الجزائري والحكومه العسكر نظام فاسد، نظام فاسد. كيف هي إثاءة مدفوعة الأجر؟ تفاعلوا المغاربة مع الأغنية، كتبتيها بحب، واش خدات منك وقت بزاف باش تولدها، ولا كيف بدات الطريقة السرعة بإنزال هذه الأغنية تبارك الله؟ شوف كيف ما قلت لك، كنت عطلة وفشعت فوالا، فشعلت التليفون لقيت هذاك الشيء في البلاصة، شديت الكار وهبطت لكازا وبديت كنحضر ليها، وخا عطيتها شوية الوقت، أسبوع عطيتها اسبوع، كان في امكاني نخرجها في 3 ايام، ولكن انا بغيت نعطيها حقها ومشيت صورت الكليب في المناطق الصحراويه. اكيد انت انا دويت معك بالرغم من ان صعوبه التنقل، قال لي يعني كيف داك خديت لوتوريزاسيون تنقلتي في شي على كواليس الكليب. فوالا مشيت فهمتيني للمناطق الصحراويه، خدمت الفيديو كليب، جا داك الشيء تبارك الله بشهاده الجمهور، جا داك الشيء زوين. نوصل الميساج فوالا، خصني نوصل الميساج باللي الصحراء مغربيه صح، فهمتيني. والاعتراف الامريكي، ان فوا كتقول الاعتراف الامريكي كيجي في بالك الصحراء مغربيه، اكيد الصحراء مغربيه تبقى وتظل دائما مغربيه، الا يعني الله الارض ومن عليها. وانا بغيت فهمتيني، بغيت نشم هذيك الريحه ديال هذيك الرمله، وشديتها بيدي وفهمتيني. تبارك الله، بلان زوين ومزيان. نشوفوا شباب اللي عندهم غيره وحب كبير لوطننا الحبيب المغرب. نرجع معاك شويه الاغنيه، احنا مازال كناقشوا ونبقاو نوقفوا في لي ديتاي ديالها. كيف ما قلتي جيتي وقلتي صافي انا خصني نجلس ونخرج الاغنيه، فوالا. واش توقعتي هذا التفاعل مع المغاربه؟ وبصراحة ما كنتش متوقع. هو الموضوع يلتحق، ولكن انت كبروفيل ديالك انك تحط اغنية بحال هكا. بصراحة لانني تعطلت فهمتيني، هي كان خاصها تصدر فهمتيني في هذيك البيريود. قلت لك اليومين ديال الراحة انت هيك اللي كنتي فيهم اوت. لكن انا غادي نبقى اسبوع في البلاد فهمتيني. فهمتيني، ولكن بغيت نعطيها حقها، لان هذيك اغنية سيدنا الله ينصره، خاصك تعطيها حقها. حتى في الكليب ما بغيتش ندير شي كليب نصور هنا في كازا ولا لا، مشيت المناطق الصحراويه صورت فيها باش فهمتيني، باش نعطي لذاك الكليب اللي كيتكلم على سيدنا واحد الثقل فهمتيني. الحمد لله الاجواء دازت زوينه. كنبغي نشكر ليكيب اللي خدمات معايا، لان مايك وان ماشي نابغه دار كل شيء باش بان هذاك العمل واعر، لا راه كان واحد الفريق من موراك، كانت واحد ليكيب، كانوا واحد جنود الخفاء في هذاك العمل، اللي انا كنوجه لهم التحيه من هذا المنبر قناه شوف تيفي. الله ان شاء الله مزيد من التالق والعطاء. نرجع معاك شويه الباركور ديالك مايك وان، انت في الفن شفنا دي تراك قبال اللي عنده مواضيع متنوعه، واش كتاخذ دعم من وزاره الثقافه في هذه الاعمال الفنيه اللي كتصدر، ولا شي لوطو برودكسيون؟ لا بصراحه انا لا، شوف بصراحة أنا ما عمرني خديت الدعم من وزارة الثقافة. أنا ما كندفعش، ماشي فوالا، أنا ما كندفعش فهمتيني. وبصراحة حتى في هذه الأغنية أنني تجيني من ما تجيني عيب شويه، ان خلاص هذه بلادنا راه كيما قلتي فوالا، فوالا اذا ما يمكنش انني نمشي عند وزاره الثقافه. ما تفكرش دير بروسيدور فوالا، عطوني باش راه غادي ندير، لا فهمتيني، هذه غنسميها انا شويه ناقصه شويه فهمتيني. لا اكيد هذا حب الوطن فوق كل شيء، ومزيان اننا تبع لنا بادره ديال حب الوطن. نرجع معك بلا كنقطعك، كنبغيك ما تنساليش الكونديكتور، بغيت نناقش معك الباركور ديالك انت، الحب ديالك لهذا الميدان الراب. كنقولوا يمكن الراب ماشي من الفن اللي كيوكل بزاف، ما فيهش لي صواغي، ما فيهش علاش ما اختاريتيش واحد صنف اخر من الاغنيه اللي تقدموا يمكن يكون ربحي اكثر من الراب؟ شوف بصراحه هذا سؤال وجيه، بزاف ديال الناس كنتلاقى معاهم في الزنقه كيقولوا لي مايك وان جاوا الناس من وراك تعطلتي كذا. بصراحه انا خدام كنبني فهمتيني، خدام كنبني الساس ديالي فهمتيني. فوالا، من بني على باطل فهو باطل.
انا كنبني الساس ديالي وعندي مبادئ ديالي، فهمتيني؟ حتى في الموسيقى ديالي عندي مبادئ ما يمكنش ليا نتجاوزها، فهمتيني؟ باش نرجع معاك للنقطة ديال وزارة الثقافة، وزارة الثقافة دارت واحد الجيست زوين عجبني، اللي هو اللي في الكونفيلمو اتصلوا بيا، حيت انا فنان معترف عندك ماشي معترف بيا، وزارة عندي كارت بروفيسيونيل، وزارة الثقافة معترفة بفني، فهمتيني؟ اتصلوا بيا وسولوني في الكونفيلمو، في الايام ديال الكونفينمون سولوني كي دايره الحاله يعني ديالي، الفنانين بغاو يطمنوا على فوالا واش مستقر واش هذا. بصراحه انا فهمتيني قلت لهم انا مستقر الحمد لله، وعلاش؟ لانني فهمتي كنشوف الفنانه كيعطيو، فهمتيني؟ ما يمكنش لي انا ما عطيت والو، ما يمكنش لي ناخذ، فهمتي؟ انا خصني، انا ما كرهش نعطي ديك الساعه، ولكن فوالا ولكن فهمتيني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فوالا عجبني هذاك الجيست اللي دارت وزاره الثقافه انها سولات في الفنان، وكنبغي نشكرها، ومن هذا المنبر كنبغي نشكر، وكان الشكر الجزيل لواحد السيد الاستاذ صلاح الدين الشرقاوي، كنبغي نشكر هذاك السيد بزاف، رجل 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 عظيم. تحية لكل الفاعلين اللي كيدعموا الطاقات الفنية المغربية. نقول لك على الباركور ديالك، انت كتخدم شي خدمة اخرى من غير الفن؟ عندك شي مصدر ديال العيش ديالك من غير؟ لا بصراحة انا كان فهمتي ما عندي حتى شي مهنة اخرى من غير الراب، هي المهنة ديالهم كونسونطري عليها. علاش؟ لان فهمتيني باش توصل لواحد لوبجيكتيف خصك تعطيه وتعطيه وقتك كامل، رغم ان الفن فهمتيني او الراب سيرتو انا كيف ما شرتي قبيله اخويا على انني ما كنديرش واحد الموسيقى ديال ماشي ما كان ماشي وخ ماشي ما كنعرفش نديرها، لا كان كان كنعرف نديرها هاد الموسيقى دابا، وهاداك الشيء الربحي كنعرف نديرو، ولكن انا فهمتيني عندي واحد عندي واحد الهدف، فهمتيني؟ الور انا اللي كنعيش منه هو المهرجانات، وكيف ما كنعرفوا في كورونا راه زمن الكورونا ما كاين التظاهرات الفنيه، الله يرفع علينا هذا الوباء هذا. وكيف ما شفنا المغرب انه الحمد لله بفضل الملك ديالنا الله ينصره ويخليه لينا، قدوه ملكنا، القدوه تجاوزنا واحد الفتره صعبه اللي هي فتره كورونا، ونجحنا بشهاده الجميع الحمد لله، وبالقيادة الحكيمة والفضل كيرجع لسيدنا الله ينصره. وكيف كنشوفوا المغرب الحمد لله راه غادي في تنمية، المغرب الحمد لله غادي، راه ملي كنقول حنايا غاديين وانتوما واقفين، حنايا طالعين وانتوما نازلين، راه كنبغي نقصد بلي المغرب الحمد لله راه غادي الحمد لله، وسيدنا الله ينصره راه هو المظلة ديال البلاد، الله يخليه لينا. وراه شوف راه هو راه هو الفضل وهو راس المال. تبارك الله عليك، اكيد هذه العبارات الصادقه واللي نابعه من القلب ديالك عند الاكل ديالها. عرفت واحد المعلومه نبغيك تاكدها للجمهور، عرفت انك كتولد شي اغنيه عندها علاقه بتاريخ لوي مارس اليوم العالمي للمراه؟ وي كان حاسس المعلومه ما يكون هذه بعدا انا ما بغيت نعرف منين جبتيها بعدا. الاداره ديالك من راه الله يحفظك. كنوجد واحد الاغنيه اللي هي أغنية على المرأة، غادي تصدر إن شاء الله نهار 8 مارس، وكان ومن هاد المنبر ديال قناة الشعب شوف تي في كنبغي كنوجه التحية لجميع النساء وأمهات المغرب وأمهات الأمة العربية الإسلامية. الحمد لله، شكرا لك ميكوان، ما سخيت الحوار معك، تبارك الله عليك، فنان طموح، شاب اللي ما كتفوت حتى شي مناسبة وما تعطيناش منتوج فني راقي اللي نقدروا نشوفوه وحنا فرحانين. شكرا لك على هذا الحوار. كلمة أخيرة للجمهور ديال شوف تيفي وللفان ديالك ميكوان. الكلمة الأخيرة لقناة الشعب شوف تيفي، خصك تبدا تزيد هذيك الشعب، لان هي قناة الشعب، قناة القرب والشعب وقناة المغاربة كاملين. كنبغي نشكر قناة الشعب شوف تي في على دعمها للفن الوطني، وفضل هاد القناة هذه فهمتيني فضلها عليا كثير صراحة. أنا كنحب هاد القناة هذه لأنها ديما مساندة مايك وان. تبارك الله عليك وشرف. وكنبغي نشكر المغاربة على الدعم ديالهم ليا، وكنبغي نقول لهم الاغنيه راها ديسبونيبل في يوتيوب،
مالكونا خط احمر، وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديال الجمهور المغربي. اكيد موفق ما يكون مش عندنا كرامه هكذا، ما بقى لي غير نقول لكم حقنا وصلت نهايه، نتلاقاو ان شاء الله في حوار اخر. تبقى